بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب فتح القريب المجيد شرح ابن قاسم الغزي على كتاب الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين آمين. فصل في أحكام القسامة، وهي أيمان الدماء. إيه بقى موضوع القسامة ده؟ القسامة جاء من القسم، يعني لو واحد قتل في مكان ومش عارفين من اللي قتله، والمكان ده كان فيه عداوة بينه وبين بعض الناس اللي فيه، فاحتمال الناس دي قتلوه، لكن احنا ما شفناش حد قتله، احنا وجدناه بس جثة مرمية في المكان ده. ففي الحالة دي اذا ادعى اولياء الميت اللي هو اولياء الدم عصابته، يعني ان هم اعداؤه دول هم اللي قتلوه، يحلفوا 50 يمين امام القاضي ان هم اللي قتلوه. فاذا حلفوا 50 يمين امام القاضي، كل يمين تعادل ايه؟ جملين، لان ديت القتل المقتول ايه؟ 100 جمل. يبقى كل يمين من 50 تعادل جملين. كويس. لو حلفوا في الحاله دي يستحقوا الديه، يستحقوا ديت ايه؟ قتلهم. طب نكلوا، يتوجه القسامة للايه؟ اللي هم المدعى عليهم، اللي هم قلنا عليه اعدائه اللي في المنطقة، يحلفوا 50 يمين انه ما قتلهوش. طب دول حلفوا 50 يمين، يبقى في الحالة دي تجب الدية في بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين يدفع الدية للقتيل. فهمت قصة القسامة باختصار كده؟ هنقراها بقى نشوف الاحكام. هو من وسائل الاحكام والاثباتات النادره في الحدوث، والعجيب انها كان معمول بها في الجاهليه واقرها الاسلام. فصل في احكام القسامه. القسامه ساعات يطلق على اولياء المقتول، وساعات يطلق على الايمان بتاعته. فهمت ازاي؟ جاي من القسم يعني، اللي هي وهي ايمان الدماء. يبقى ايمان متعلقه بالقتل. الاطراف ما فيهاش قسم، مقطوع الرجل مقطوع الايد لكنه لسه سليم ما فيهاش قسم. خدت بالك؟ القسامه في ايه؟ في الدماء اللي هو القتل بس. فبيقول ايه؟ واذا اقترن بدعوى الدم لوث. يعني ايه لوث بقى؟ لوث بمثلثة، بمثلثة يعني ثلاث نقط، يعني مثلثة يعني ثلاث نقط. هو أصلا اللوث لغة معناه الضعف أو الضعف، كأنه الإيه؟ البينة ضعيفة، الدليل ضعيف، الدليل على قتلته ضعيف، ما عندناش بينة قوية لا شهود ولا حد شاف حاجة، لمجرد احتمالات ظنون. وعشان كده إيه؟ اللوث شرعا معناه قرينة ضعيفة، معناها قرينة ضعيفة. يعني أنا مثلا شفت واحد بيتخانق في العمارة اللي قدام مع واحد تاني، وكنت أنا باصص من البلكونة، فلقيت إن واحد منهم يتوعد الآخر يقول له طب أنا هقتلك. خلاص شفت أنا المنظر ده. بعدها بأسبوع لقيت الراجل ده مقتول. يجي في بالي إيه؟ ان اللي توعده هو اللي قتل. فهمت بقى ازاي؟ لكن انا ما شفتوش، يمكن قتلوا ليه اعداء تانيين، والتاني ده قال له انا هقتلك بيهدده كده وخلاص وما عملش حاجه. فهمت بقى ازاي؟ لان لا في شهود، ده مجرد بس ان في عداوه بين فلان وفلان، وبعدين لقينا فلان ده مقتول، ممكن يبقى احد اعدائه اللي قتل، وممكن العدو ده اللي احنا كنا ايه بنظن فيه انه قتل، يبقى اسمها قرينه ضعيفه.
يسموها لوث. فهمت بقى؟ اللوث قرينة ضعيفة. وشرعا قرينة تدل على صدق المدعي. انا حدعي ان فلان اكله. ليه؟ عشان كان بيهدده بالقتل لما كانوا متخانقين مع بعض. لكن عندي شهود؟ ما عندي شهود. فهم؟ قرينة تدل على صدق المدعي بان توقع تلك القرينة في القلب صدقه. يعني يجعل القلب كده يظن كده يشك، يعني كأن التهمة بتحوم حول فلان. فهمت بقى المسألة؟ اللوث. وإلى هذا أشار المصنف بقول يقع به في النفس صدق المدعي بأن وجد قتيل أو بعضه كرأسه في محلة، يعني في مكان، يعني وجدنا القتيل كل الجثة، وجدنا أجزاء من جسمه مقطعة موجودة في مكان. فهمت؟ أو بعضه كرأسه في محلة، يعني في مكان منفصلة عن بلد كبير، مكان نائي منفصل عن بلد كبير، عن قرية، في مكان نائي كما في الروضة وأصلها. أو وجد في قرية صغيرة لأعداء، أو وجد في وسط إيه؟ قبيلة بينهم وبين قبيلتهم فقر عداوة. فهمت؟ ولا يشاركهم في القرية، في القرية غيرهم، كأن القبيلة دي هي اللي ايه كلهم ساكنين في القرية دي، ما فيش حد غريب عنهم. لقيناه بقى في القرية اللي فيها القبيلة دي زي بعض قرى الصعيد، تلاقي في أسر بينهم فقر وبينهم عداوات. فوجدنا احنا ايه واحد من أسرتنا مقتول في ايه في المكان اللي فيه القبيلة الثانية اللي بيننا وبينهم فقر، لكن ما شفناش مين اللي قتل. فهمت المعنى؟ طيب في الحالة دي يعمل ايه؟ حلف المدعي 50 يمينا. يجي واحد بيدعي يقول لك هم اللي قتلوه. طب ايه دليلك؟ فين الشهود؟ ما فيش شهود. طب احلف 50 يمين ان هم اللي قتلوه. طبعا لو هو مش متأكد يخاف، صح؟ هيخاف. يبقى كأن لما ربنا شرع 50 يمين علشان يراجع نفسه، لانه ممكن يجي ايه بعد ما يحلف 3-4-5-10 ايمان يوم ايه ضميره يأنبه، ينكر، يبطل، ما تكملش. فهمت بقى؟ يبقى المقصد ايه؟ ان الانسان ما يحلفش اذا كان متأكد. حلف المدعي 50 يمينا ولا يشترط موالاتها على المذهب. يعني ما يشترطش مذهبنا احنا اللي يشترط فيها الموالاة، يعني ممكن مش مجلس واحد، يعني يجي النهارده قدام القاضي يحلف 10 ايمانات، والقاضي يقول له تعالى بكره الساعه 9 احلف 10 غيره على 5 ايام عشان يراجع نفسه ويدي له فرصه يراجع نفسه. ده مذهب الشافعيه. في مذاهب ثانيه قال لك لا، يشترط فيها الموالاه، يعني في قاعده واحده. ولا يشترط موالاتها على المذهب. على المذهب، شوف المذهب يعني معناه ايه؟ الراجح من الطرق، كأن في المرجوح من الطرق يشترط الموالاة. يبقى كأن في طريق عن الشافعي ان لا يشترط فيها الموالاة، وده الراجح يسموه المذهب. وفي طريق تاني عن الشافعي ان ايه يشترط فيها الموالاة، وده مرجوح. فما يقولك على المذهب معناه على الراجح من المذهب، معناه ان في طريق اخر ايه بيقول انه يشترط فيها الموالاة. فهمت كلام المشايخ لما تيجي تقرا الكتب تاني؟ ولا يشترط موالاتها على المذهب. المذهب هو الراجح من الطرق، والاصح هو الراجح من الاوجه، مش كده برضو؟ والازهر هو الراجح من الاقوال. دي مصطلحات خاصه بمذهب الشافعي. المذهب هو الراجح من الطرق، يعني طريق الامام الشافعي مذهبه ده جالي عن طريق الامام المزني، والطريق الثاني ده جالي عن طريق الامام الربيع المرادي، وده الربيع الجيل، وده الزعفراني، دول تلامذة الشافعي. فكل واحد حكى من طريقه قول للشافعي في مسألة معينة. الراجح في الطرق دي نسميه المذهب. واضح؟ الامام الشافعي نفسه ليه في المسألة قولان. الراجح في الاقوال نسميه الازهر. يبقى الراجح في الطرق نسميه المذهب،
والراجح في الأقوال نسميه إيه؟ الأزهر، ويقابل الأزهر ظاهر. فهمت؟ طب إيه بقى الأوجه؟ الأوجه اللي هو اجتهاد علماء المذهب على قواعد مذهب الإمام الشافعي بعد وفاته. يعني علماء المذهب اللي بلغوا درجة الاجتهاد داخل المذهب، زي أبو إسحاق الشيرازي، الإسرائيلي، الماوردي، قاضي حسين، الإمام النووي، كل دول كانوا إيه؟ مجتهدين داخل المذهب. لما يجوا يخرجوا مسألة على قواعد المذهب ما كانش يتكلم فيها الإمام الشافعي يسموها وجه، والراجح في الأول نسميه أصح. فهمت بقى؟ قلنا الكلام ده في أول درس زمان للي بيذاكر، لكن ما بقاش في حد بيذاكر، اللي بيذاكروا كبرنا عليهم أربع ودفنوا والحمد لله. عايز تزورهم تزور الأرافة. طيب هنا بقى بيقول لك ايه؟ ولا يشترط مولاتها على ايه؟ على المذهب. يبقى عرفنا المذهب. ولو تخلل الايمان جنون من الحالف او اغماء منه بنى بعد الافاقة على ما مضى منه. افرض الراجل ده مريض سكر واخد انسولين وقاعد يحلف قدام القاضي، وفجأة بعد ما حلف عند 10 ولا 20 جات له بلغوم سكر. فايه الراجل ده جال غيبوبة عالجناه وادينا له ايه؟ جلوكوز، والراجل فاق والحمد لله. يبني على ما فات، يبني على ايه؟ على ما فات، مش يبتدي من اول وجديد. يعني واقف في الايمان رقم 20 يبقى يبتدي في 21. افرض هو بيجيله حالة نفسية يفقد ايه؟ ادراكه للزمن والاشخاص، يسموها ظنون. احيان يبقى عاقل واحيان يفقد ادراكه للواقع والاشخاص. فهو في فترة إدراكه المنضبط حلف 10 أيمان، وبعدين ابتدى يجيله هلوسة. فهم؟ بعد ما هلوس أسبوع وخد علاجه المعتاد رجع فاق لنفسه، يروح للقاضي يكمل على اللي فات. فهمتوا بقى المسألة؟ ولو تخلل الأيمان جنون من الحالف أو إغماء منه بنى بعد الإفاقة على ما مضى منها، إلا بشرط إيه؟ إن القاضي واحد. يبني امتى؟ لو القاضي واحد، ان لم يعزل القاضي. لو اتغير القاضي يبتدي من اول وجديد. ان لم يعزل القاضي الذي وقعت القسامه عنده. فان عزل وولي غيره وجب استئنافها، يعني ابتديها من اول وجديد. استئنافها يعني يبقى بنى يعني محسوب اللي فات، واستأنف يعني يبتدي من اول وجديد. واذا حلف المدعي، المدعي اللي هو بيدعي ان ابن عمه ده اللي قتله فلان، وقعد يحلف، حلف الخمسين يمين وتمام التمام، ولا اولاده الذكور حلفوا ان ابوهم اللي قتله فلان، حلفوا الخمسين يمين، استحقوا الديه. واضح؟ يستحقوا الديه. احنا قلنا الديه قبل كده قلناها 100 ناقه، مش كده؟ في ديه بقى مغلظه، وفي ديه ايه؟ مخففه، وفي ديه ايه؟ متوسطه. ولا تقع القسامه في قطع طرف. يعني واحد اتقطعت ايده، ما ينفعش نحلف ايه؟ قسام عليه طالما ما نعرفش مين القاطع. واخد بالك؟ وان لم يكن هناك لوث. طب ما فيش بقى اللوث اللي هو ايه؟ القرينه الضعيفه. ما فيش اللوث اللي هو القرينه الضعيفه. فاليمين على المدعى عليه. احنا قلنا ان في واحد هدده وقال له هموتك، بس احنا مش شفناهوش موتك، يبقى لوث مدعى عليه. فهم؟ فلو مفيش حد بيدعي على المدعى عليه ده، يبقى ايه؟ اليمين يتوجه له، يحلف 50 يمين وما يتلوش، لو حلف يبقى ما يدفعلوش دي. فهم؟ لا خلاص، هو لو حلف المدعي خلاص مش هيتوجه لي. افرض المدعي في اثناء حلفه نكل ما رضاش يكمل او رفض يحلف، يتوجه اليمين على الطرف. فهمت المثال؟ فيحلف 50 يمينا في الحالة دي، ولو حلف يبقى خلاص ما يدفعش هو الدية. طب واللي مات ده مين اللي يدفع ديته في الحالة دي؟ بيت مال المسلم. زي القصة اللي حصلت أيام النبي لما واحد من الأنصار خد أخوه وابن عمه وراحوا يشتروا من سوق خيبر تمر، فلقوا واحد منهم مقتول كويس، فراحوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له اليهود قتلوه.
قال لهم تحلفوا 50 يمين؟ قالوا نحلف 50 يمين على ان اليهود قتلوا واحنا ما شفناش حد قتل، بس هو اتقتل في شوارعهم وفي سوقهم. فهمت ازاي؟ ما نحلفش، فنكل. واضح؟ فقام قال اذن يحلف اليهود 50 يمين. قالوا دول يهود هيقولوا بركه يا جماعه، هيحلفوا كده مش هيموتوا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم سكت وراح يدفع هو الديه بتاعت المقتول ده من بيت مال المسلمين صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى؟ ادي القسامه اللي حصلت في عصر النبوي بعد فتح خيبر. فهمت المساله؟ طيب، وعلى قتل النفس المحرمه، واحد قتل نفسه محرمه سواء عمد او شبه عمد او خطا او بالتسبب او بالمباشره. والتسبب يعني ايه؟ يعني اجر واحد يقتل، او بالمباشره هو اللي بشر القتل بنفسه. فهمت؟ والقتل المحرمه يعني ايه؟ النفس المحرمه ايه؟ المحرمه اما بالامان او بايه؟ بالايمان. بالامان او الايمان. محرمه بالايمان يعني مسلمه، او بالامان غير مسلم مأمنينه في بلده، عهد ذمه بتاع. فهمت ازاي؟ ده اسمها نفس محرمه. محرمه اما بالامان او الايمان. عهد امان يعني عهد ذمه، زي دلوقتي ايه؟ تاشيره مثلا، ادينا له تاشيره عشان يدخل بلادنا، ده التاشيره دي عهد امان انه له ان يتجول في بلادنا. فجاء واحد راح قتله، يبقى ده مع عهد ايمان، دي نفس محرمه ما تتقتلش لانه داخل بتاشيره. فهمت؟ يبقى وعلى قاتل النفس المحرمه سواء كان القتل ده عمد او خطا او شبه عمد، اي نوع من القتل، بجانب الدية اللي احنا قلناها او القصاص على التفاصيل اللي احنا قلناها في الدروس السابقه، عليه كمان ايه؟ تحرير رقبه مؤمنه، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يجد فطعام 60 مسكين. كمان يبقى عليه الدية لاولياء المقتول. فهمت؟ طب وعليه تحرير رقبه لحق الله، لان دي نفس خلقها الله. اولياء المقتول ياخدوا حقهم لان ده قريبهم مات، ياخدوا 100 نفس. طب واللي خلقه ليه حق؟ لانك تعديت على خلق الله، يبقى تحرر رقبه مؤمنه. طب ما تقدرش تصوم شهرين متتابعين. فهمت بقى ازاي؟ وعلى قاتل النفس المحرمه عمدا او خطا او شبه عمد. يعني واحد فص واحد بالعربيه فمات، فراح لقرايبه دفع لهم الديه وعليه يصوم كمان ايه؟ شهرين متتابعين، لان ما فيش تحرير رقبه دلوقتي. ما بقاش في عندنا ايه؟ رقابه دلوقتي. كفارة ولو كان القاتل صبيا او مجنونا فيعتق الولي عنهما من مالهما. افرض القاتل كان صبي، يبقى ولي المقتول، ولي القاتل الصبي ليه ولي عاقل، يجيب من مال الولي الصبي ده رقبة مؤمنة ويعتقها. ايام ما كان في رقاب. طب دلوقتي ما فيش، طب الولي يصوم؟ مش هيصوم، يطعم 60 مسكين. واضح؟ من مال الصبي، من مال الصبي او المجنون. ولو كان القاتل صبيا او مجنونا فيعتق الولي عنهما من مالهما. والكفاره ايه هي؟ عتق رقبه مؤمنه سليمه من العيوب المضره. انت قتلت انسان سليم تعتق قدامه انسان سليم. فهمت بقى ازاي؟ اي المخله بالعمل والكسب. ايه هي عيوب المضره؟ تكون مخله بالعمل والكسب. ما ينفعش اجيب بقى ايه؟ رقبه عمياء، ولا رقبه عرجه، ولا رقبه ضعيفه، او عنده مرض يمنعه من الحركه والعمل. ما ينفعش، لازم ايه؟ سليم قابل للكسب. فان لم يجد، طيب ما فيش رقاب زي زماننا، ينتقل للايه؟ للبديل. فإن لم يجد يعني يجدها فصيام شهرين بالهلال متتابعين، شهرين هلاليين قمريين يعني متتابعين، يعني بنية الكفارة. ولا يشترط نية التتابع في الأصح. في الأصح يعني الراجح في الأوجه. يبقى في الأصح هنا يعني إيه؟ يعني الراجح في الأوجه،
يبقى في مقابل للأصح الصحيح، وهو أنه يشترط نية التتابع. واضح؟ ولما يجي يصوم الشهرين المتتابعين ما يفطرش شعبان. ليه بقى؟ عشان هيصوم شهر شعبان، هيجي رمضان لازم يصوم، يبقى يقطع التتابع. وهيجي العيد لازم يفطر، يبقى مش هينفع. لازم اختار شهرين ما يكونش فيهم يوم يجب فطره ولا شهر يجب صومه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى استنى لما يخلص العيد الفطر، ويبقى عندي بقية شوال، واخد معاهم ايه؟ ذو القعدة، واكمل في اوائل ايه؟ ذو الحجة يوم او يومين، عشان انا هفوت يوم الفطر. فهمت المسألة؟ مقابل الاصح الصحيح. لكن لما يقول في الصحيح على الصحيح، يبقى مقابل الصحيح الضعيف. يبقى يقول الاصح يبقى يقابله صحيح، وما يقول الصحيح يقابله ضعيف. فان عجز المكفر عن صوم الشهرين لهرم او لحقه بالصوم مشقه شديده. هرم يعني عجز، راجل عجوز ما يعرفش يصوم شهرين ورا بعض، محتاج ياخد ادويه، او هو ضعيف البنيه بسبب كبر سنه، او لحقه مشقه شديده يعني ما استطاعش ان يصوم شهرين متحيعين لو صام شهرين، او خاف زياده المرض، يعني الدكاتره قالوا له لو صمت شهرين متتابعين مرضك يزيد، نعمل ايه؟ كفاره باطعام 60 مسكينا او فقيرا، يدفع لكل واحد منهم مدا من طعام. المد يعني حوالي كام؟ حوالي كيلو الا ربع. المد يعني كيلو الا ربع، 750 جرام، كيلو الا ربع تمر او زبيب من غالب قوت البلد، او رز. مصر ممكن تديهم رز، ماليزيا ادي رز، الصين ادي رز، روين رز، او قمح. فهمت؟ كيلو الا ربع قمح، او كيلو الا ربع تمر، او زبيب، زي زكاة الفطر كده. يدفع لكل واحد منهما مدا من طعام، ويجزئ في الفطرة من طعام، يجزئ ايه في الفطرة؟ في زكاة الفطر يعني. ولا يطعم كافرا ولا هاشميا ولا مطلبيا، لان ما ينفعش اطعم كافر، لازم مسكين مسلم. وما يكونش هاشمي لان يحرم عليهم الصدقه، ولا مطلبيا ولا بني عبد المطلب برضو عشان يحرم عليهم الصدقه. فهمتني بقى ازاي؟ والله تعالى اعلى واعلم. ايوه. لو كان الوالد الصبي او المأمون من درجه اولى، هل لا يجب عليهم الصيام؟ ما يجبش الصيام الوالد، اصل يجب الصيام على القاتل المباشر، يبقى في الحاله دي هيطعمه على طول من المال. مش دين على الصبي او المجنون يؤديها عنه الولد؟ اه يؤدي مال، مش عباده بدنيه، يؤدي من ماله فينتقل الى ايه؟ الى الصدقه. واخد بالك ليه الاطعام؟ هل يجوز اخراج القيمه ام لا؟ الشافعيه يقول لك لا. الاحناف يقول لك يجوز اخراج القيمه، يعني توزع على كل ايه؟ فقير ادى 10 جنيه كده وخلاص. واخد بالك؟ يبقى 10 و60 ب 600 جنيه. 10 10، كل واحد ياخد له وجبه. ده الاحناف، لكن الشافعي يقول لك لازم يطلع اكل. فهمت ازاي؟ والله تعالى اعلى واعلم. كده احنا واقفين على الحدود. المره الجايه اتفضل. اذا قلنا الفقير وسكتنا يبقى يدخل مع المسكين، ولو قلنا المسكين وسكتنا يدخل مع الفقير، لو قلنا الفقير والمسكين يبقى نميز. يقول لك اذا افترق اجتمع، واذا اجتمع افترق. انا لما اقول المسكين وسكت يبقى يدخل مع الفقير، لو قلت الفقير وسكت يدخل مع المسكين. لكن يقول ايه في الايه؟ تقول انما استرقته الفقراء والمساكين. اه يبقى في فرق. لما القران يقول الفقراء والمساكين، الفقير هو الذي لا يجد ايه؟ ما يكفيه، لا يجد شيء اصلا، ده الفقير. والمسكين يجد ولكن ما يجده لا يكفي. فهمتني ازاي؟ يعني واحد ما بيشتغلش ما بيدخلوش اي دخل، ده فقير. واحد تاني بيشتغل يوميته 20 جنيه لكن هو محتاج 50 جنيه عشان يصرف على اسرته، يبقى ده اسمه مسكين.
خد بالك، يبقى المسكين يجد ولكن يجد ما لا يكفي، والفقير على الحديده بلغه المصري، على الحديده بلغه المصري، خد بالك مش لاقي الا ضل. والله تعالى اعلى واعلى. الملكيه عرفوا الفقير عكس، الفقير عند الشافعيه هو المسكين عند الملكيه، والمسكين عند الشافعيه هو الفقير عند الملكيه، فهمت؟ عكسوا يعني، لكن الحكايه سهله. الشعب المصري كله مساكين يدور بين المسكنة والفقر، كل الشعب المصري، فأبشر خير، حتجد يعني فقراء كتير تأكلهم. أي تقول كانت المساكين يعملون في البحر، السفينة كانت المساكين يعني كان سفينة، لكن السفينة الظاهر ما كانتش إيه بتكفي دخلها ليهم. ما لا يكفي. ما عشان كده الشافعية قالوا كده، لكن الملكية خلوا المسكين هو هو الذي لا يملك شيء على اعتبار ايه اللغة، على اعتبار اللغة، اللغة بتقول كده فلان مسكين يعني ما مش لاقي حاجة. والله تعالى أعلى وأعلم.